وعشان نسوي أحلى كيكة بالتوت راح نحتاج هذه المكونات الموجودة قدامكم، وراح أستخدم خليط الكيك الجاهز الأبيض من بيتي كروكر. راح أستخدم نفس المكتوب في العبوة، يعني حتشوفوا معايا هنا إيش مكتوب. 3 حبات من البيض موجودة، حنحط البيضة كاملة، وراح نحط 1/3 كوب من الزيت، وراح نحتاج 275 من الموية. بدل الموية راح أحتاج 7 أب، وبعد كذا راح أضيف 6 ملاعق من الحليب و6 ملاعق من الدقيق، وفي زبدة ودقيق إضافي حنشوف إيش حنسوي فيهم مع الفواكه. في المرحلة الأولى راح أخلط مقدار 7 أب مع البيض مع الزيت مع الحليب والدقيق الإضافي، وراح احط الباكت هذا كله. وهذه الصينية غلفناها بورق الزبدة. حطيت الحين الخليط اللي خلطناه، ننزل بقية الخليط وارجع لك. خطوة مرة مهمة، هذه قاعدة خديها في أي نوع كيك حابة تضيفي فيه إضافات، يعني مثلا زي هذه قطع الفواكه، قطع الشوكولاتة، ما ينفع تحطيها كده على طول في الصينية، لازم تغلفيها أول مرة بطبقة خفيفة من الدقيق. حغلف البيري بالدقيق وارجع لكم. وش حسوي بالدقيق والزبدة هذا؟ راح ادعكهم مع بعض، احط طبقة كده مقرمشة فوق الفواكه. شايفين كيف غلفتها بطبقة مرة خفيفة من الدقيق عشان احطها في الصينية؟ ليه بنعمل دي الحركة؟ عشان ما تنزل لك في قاع الصينية وتتلسع معاكي كده، تصير فوق، يعني كأن الدقيق يعمل لها زي الجاكيت ما ينزلها لتحت. أخذت جزء من الخريطة اللي متبقي وسويته كده مع شوية لون الفراولة، وراح أحطه كده بس نقط عشوائية عشان لما نقطع الكيكة تطلع لك ألوان حلوة. ما راح أغطي كل الفواكه، بس كده رشات خفيفة. وهذه الطبقة اللي راح أحطها طبقة القرمشة، عبارة عن زبدة ودقيق مع شوية سكر بودرة. طبعا الفرن مسخن من قبل زي قاعدة أي كيك، يخبز في حرارة من أسفل 180 درجة تقريبا 45 دقيقة. يعني هذه اللي نقول عنها كيكة، شوفوا لا قوة إلا بالله، كيف تبارك الرحمن تأخذ العقل، ولا أروع مخبز عالمي.